العودة الفاصل أعزائي المشاهدين، وهكمل معاكم عشان كنا بنتكلم عن الحكمة. فعشان توصل للحكمة لازم تهدي أفكارك. أول حاجة هتهديها إزاي؟ قلنا نعمل تدريبات مديتيشن يوجا. اعمل سيرش على الإنترنت وانت هتعرف إزاي تهدي الأفكار، أو تمرين الساعة اللي أنا قلته في الفقرة اللي فاتت. في مشكلة سريعة أقولها كده، بتاعت واحدة اسمها تغريد. تغريد دي عايشة في الإمارات مع جوزها، متزوجة، عندها طفل. جوزها بيضربها لمدة 18 سنة إهانات وضرب. فهي دلوقتي أهلها قعدوا يقولوا لها لا، أنت لازم أنت مش ينفع تتطلقي. هي عايزة تتطلق، عايزة تنفصل. أهلها كل شوية يقولوا لها لا، هتخربي بيتك، هتخربي بيتك. تخرب بيتها إيه؟ فأنا مش فاهمة. البنت دي اتدمرت نفسيا، ابنها اتدمر نفسيا بسبب معاملة الزوج لها والضرب والإهانات. فانا عايزه اقول انا ولا مع الطلاق ولا ضد الطلاق. الطلاق بيبقى مهم في حاجات، في بعض الحالات ربنا ذكر الطلاق في سوره كامله اسمها سوره الطلاق، بس احنا بقى بنطبق الطلاق غلط وبنطبق الزواج غلط، الاثنين غلط. هي دي المشكله. ربنا قال طلاق بالمعروف، تسريح باحسان، او زواج بموده ورحمه وطبطبه وزي ما احنا عارفين، لكن احنا ما بنطبقش حاجه. احنا عندنا الطلاق خراب بيوت عشان بنعمل محاكم ومشاكل وشغل تاني خالص، والاب يعند والام تعند وده يعند ومش هدي مصاريف للاولاد يبقى انتوا بتعملوا اصلا غلط. يبقى هو كده خراب وكده خراب، سواء جواز وفي اهانات وفي ضرب اسمه خراب بيوت، حتى لو في طلاق في عند اسمه برضو خراب بيوت. انتوا كده بتخربوا البيت في تلك الحالتين، في الزواج وفي الطلاق. فلازم تعرفوا وتطبقوا القرآن صح، لإما تعيشوا مع بعض زي ما ربنا بيقول زواج مودة ورحمة وطبقوا صح، لإما تتطلقوا. يعني إيه طلاق بقى؟ اللي هو بالمعروف انفصال جنسي، لكن إحنا أصدقاء، إحنا انفصلنا كزوج وزوجة لكن إحنا أصدقاء مع بعض وبنحب بعض عشان خاطر الأولاد اللي معانا وبنصرف عليهم وعادي ومفيش أي حاجة. الأطفال هيعيشوا في بيئة صحية، ده كده مش خراب بيت. لكن إحنا بنخرب البيت سواء هنا أو هنا. ليه بقى؟ لإن إحنا متبعين الشيطان، فده شيء طبيعي. بس حبيت اقول تغريد المشكله. فهي عايزه تتطلق، فانا بقول لها اتطلقي بس بالمعروف بالاحسان، مش بالعافيه يعني والضرب والاهانات والقواضي والمشاكل. طيب انا مش عايزه اطول عليكم عشان معايا المنشد محمود بكر، حامل حاصل على المركز الاول في الانشاد الديني، وهنسمع بقى حاجات جميله منه. ازيك يا محمود؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. وسام حضرتك طيب؟ وانت طيب. هو طالب بالدراسات الاسلاميه، عايزين بقى تقول لنا انت ايه بدايه الانشاد وقصتك مع الانشاد ايه؟ انا بدايه الانشاد معايا بدات من حوالي 5 سنين كده، 6 سنين تمام. اللي حببني في الانشاد والدي يعني، ومن صغري طبعا بسمع الانشاد في الراديو وانا صغير، بسمع الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار وبعض المبتهلين وبعض المنشدين. يعني اللي حببني في الانشاد ده يعني ده اللي خلاني احبه. انت درست حاجه في الانشاد او اتعلمت في المدرسه؟ تمام، ايوه تمام. التحقت بمدرسه الشيخ محمود حسين التهامي، درست مقاماته ودرست اتعلمت ازاي ان انا انشد وازاي ان انا اقف عند دي ودي، وتعلمت ازاي المخارج الحروف وكده. الحمد لله يعني اتعلمت منها حاجات كتير. طب عايزين نسمع اول حاجه، نسمع الاذان. تمام، تحت امرك. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ربنا يسعدك يا رب. طب انت نفسك تبقى زي مين كده في المرشدين الكبار؟ زي الشيخ سيد النقشبندي اول واحد. اه جميل فعلا. ايوه طبعا. انت حافظ له حاجه؟ ايوه. يعني التهنئات بتاعته ايوه دي انت هتقول لنا دلوقتي ان شاء الله. هو كان بيفكرنا برمضان قوي يعني. ايوه طبعا. طب والشيخ برضو بتروح افراح ياسين التهامي ايوه كنت بشارك ايوه بشارك يعني بشارك في حفلات وكده أيوة. الموالد والحاجات دي والافراح يعني حاجه زي كده بس انا كل شغلي متجه للمدينه مدينه الانتاج للقنوات وكده بطلع تلفزيون وكده على القنوات الفضائيه وكده. طب انت هدفك ايه في حياتك يعني عايز تبقى ايه زي مين؟ انت قلت زي الشيخ نقشبندي. انا كل هدفي في حياتي ان انا اوصل رسالتي للناس كلها، انا اوصل رسالتي للعالم كله، حابب ان انا اكون منشد ديني مشهور العالم كله يعرفني الناس كلها تعرفني. دي حاجه يعني انا سعيد جدا ان انا في يعني ان انا حبيت الانشاد الديني من صغري، يعني انا ممكن كنت احب اغني ممكن شعبيات كده بس انا من صغري وانا زي ما نكون كده مولود ايوه زي ما اكون مولود عشان خاطر ان انا انشد وابتهل. صوتك حلو ربنا يعني خلي. مغني فانت دخلت في المجال الديني ايوه صح كده ايوه فدي بتبقى هوايه يعني من عند ربنا ايوه الحمد لله. طب تم عندنا حاجه كده الشيخ النقشبندي تمام أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعاء ومن يعبك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا في رضا
سلطان على عيش من الرواد من لي سوى ومن سوى عليك والله خليك. صوتك حلو فعلا. طب عايز اعرف استفدت ايه من الشيخ ياسين التهامي؟ استفدت منه اتعلمت منه حاجات كتير. ما قلت لك إيه؟ علمني مخارج الحروف وعلمني ازاي ان انا اقدر ان انا اطلع المقام في مقامات احنا بنشتغل عليها يعني مقام الصبا مقام منهواند مقام براستي مقام حجاز. ايوه مشينا كل مقام ليه نغم لوحده وليه موسيقى لوحده ومنها اتعلمت مخارج الحروف وتعلمت حاجات كتير يعني يعني لولا المدرسه دي ما كنتش انا عرفت اشتغل على الانشاد الديني. ولازم ان لازم المنشد الديني ما يكونش مرشد ديني الا لازم يلتحق بمدرسه دي ايا كانت المدرسه. مش يعني لازم مدرسه الشيخ محمود ياسين الطاهر مثلا او كده ولا لا مش لازم يكون مش لازم يكون ازهري. انت قصدك مدرسه انشاد مدرسه انشاد ديني مش لازم يكون ازهري. زي معظم المنشدين بيبقوا ازهر اساسا معظمهم ازهر تعليم يعني ديني. ايوه معظمهم اكترهم ازهر. ايه السبب بقى؟ لا هو من صغرهم هم متعلقين بالتفسير مواد التفسير والحديث والقران طبعا اهم حاجه ده اللي بيحببهم في الانشاد الديني والابتهالات في حب رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني من حبهم انما المدارس العامه طبعا قليل طبعا هم طبعا انت شايف حضرتك ان هم ناس متجهه للشعبيات والمهرجانات والحاجات دي يعني فين وفين لما بتلاقي ايوه. طب معانا مدام صباح من الاهليه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حابه اشكر الصوت اللي معاكي قوي 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 وبشكرك جدا. انت من المذيعين المحترمين اللي احنا بنحبهم وبنتابعهم. ربنا يخليك. بشكرك كتير جدا 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 وبقول للصوت اللي معاك انت صوت ممتاز ومميز جدا. ربنا يخليك. مستقبله جميل ان شاء الله محمود. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يعزك. متشكر جدا لحضرتك. متشكرين يا فندم. طيب انت كنت قلت لي في الفاصل انا عايزه اقول حاجه لمصر حاجه تمام. بقى ايه تقولها انشاد ولا حاجه؟ لا هندعي لمصر. تدعي دعاء؟ ايوه. طب الدعاء ده طويل ولا لا على حسب. طيب ادعي لمصر. مصر محتاجه دعاء الفتره ايوه طبعا في الوقت ده طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي جيشنا
واحفظ يا ربي قدسنا، واحمنا يا ربي من الأمراض والأقرار والبلايا، يا أكرم الأكرمين يا الله. أكيد الأهل له دور كبير، أهلك لهم دور كبير في إنهم يعني يشجعوك على الإنشاء. أيوة طبعاً. قولي بقى دورهم إيه؟ هو معي. أنا الحمد لله أنا ورث الموهبة دي عن والدي، والدي صوته جميل جداً ومن صغره برضو، بس هو اشتغل على نفسه شوية بس ما قدرش يوصل. في ناس كتير وقفت معاه إن هو كان عايز يوصل لهدف معين، كان عايز يكون قارئ بإذاعة وتلفزيون. هو مين ده؟ والدي. والدك؟ اه تمام. كان عايز يكون قارئ بإذاعة وتلفزيون بس مفيش نصيب طبعا. فانا بقول له ان شاء الله انا هقوم بالدور ده ان شاء الله. ايوه فهو انا بشكر ربنا والله العظيم على النعمه دي والله العظيم. ووالدتي برضو هي اللي وقفت معايا برضو، يعني دايما تقول لي انت لازم ان انت تكون منشد ديني وتمثل الانشاد الديني، ودايما اكلمها في ان في شركات عايزه تمضي معايا من ناحيه الشعبيات والمهرجانات وكده. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضل. انا بمشي عليك وبمشي على الناس اللي معاك، ربنا يحفظهم. ربنا يخليك. متشكرين. عايز سؤال او اي حاجه؟ نجيده. متشكرين. ربنا يعزك. متشكرين يا فندم. طيب احنا خلاص وقتنا خلص. خلص الوقت هنا بيخلص بسرعه. احنا عايزين نقعد معاك اكتر من كده. ربنا يخليك. وانا كمان والله العظيم ربنا يخليك. انت قول كلمه اخيره كده، تشكر حد او انا حابب اشكر حضرتك والله، واشكر سيادة المشاهدين حضرتك، واشكر اهل قريتي ووالدي ووالدتي وكل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي. شاكرين ليك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يوفقك باذن الله ان شاء الله بخير. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج امراه من كوكب اخر.